رغم الدمار والحرب أبت إرادة الحياة إلا أن تنمو زهوراً تتحدى الخراب والركام وتخفف من سوداوية المشهد العام في المدن العراقية المدمرة. مدينة رمادي إحدى هذه المدن التي خنقها غبار المعارك وتركها المتقاتلون تسامر أطلالها وخرائبها وحيدة بلا إعمار ولا إصلاح. ها هي اليوم تحاول أن تتحدى الشلل الحكومي وتقف على قدميها بالإمكانيات الأهلية المتاحة. فمن أجل الطفولة وحدها قام أحد المواطنين وبلا دعم حكومي بإنشاء مدينة للألعاب أطلق عليها اسم الأرض السعيدة لتكون متنفساً وتسلية لأطفال الأنبار وأهلهم، بل لعلها تحمل معاني العزاء لأرض سلبها المفسدون وتجار الدماء سعادتها. المحافظة ما بيها متنفس، يعني ما أكل عوائل تدري تطلع الأطفال العوائل تتنفس، يعني شلون تأخذ تنفس، يعني الوحيد هذا إحنا بتحناسة جديد. دعم ذاتي بدون دعم حكومي. الأرض السعيدة تتربع على ضفاف الفرات لتجمع من العائلات الأنبارية الهاربة من واقع مدينتها إلى هذا المكان الذي يضم مراكز ترفيهية للأطفال وحيوانات من مختلف الأصناف ومنتجعا يغسل نفوس المتعبين من هموم الواقع ويخفف عنهم حدة الماضي وشبح المستقبل. يوم سعيد جدا على أطفال وكبار محافظة الأنبار. اليوم افتتاح منتزه عائلي، طبعا هذا المنتزه الأول من نوعه بمحافظة الأنبار، يحتوي على حديقة حيوانات، ألعاب للأطفال، مكان جلوس يطل على نهر الفرات، يعني فشيء نقدر نقول عليه كامل. مشروع كهذا وعلى بساطته يعبر عن عشق الأهالي لأرضهم وتمسكهم بها وعزمهم على البقاء بها وجعلها دفاقة عذبة كنهر الفرات رغم كل السموم التي لوثت مياهه. اليوم فتحة والمنتزه هذا واحنا فرحانين، جي نحن وعوائلنا اليوم وهاي نشوف هالجهاي كلها فرحانة. وتبقى وجوه الأطفال المبتسمة الفجر الذي يصر على البزوغ مهما طالت ليالي الظلم والظلام.